النهارده عن المودرن اناتومي اوف ذا ليفر والفانكشن بتاعه الليفر، وهنتكلم عن الجوندس والبلوروبين ميتابوليزم، وهنتكلم عن الاسسمنت والانتربريتيشن اوف الليفر فانكشن تيست. اه طبعا مش هقول لك في الامتحان تعالى نحفظ الاناتومي وبيبدا عند ريب كام وكده، انت دي عرفها لنفسك في العمليه، مش مهمه قوي قد ما يهمني المودرن اناتومي اوف ذا ليفر. يعني ايه؟ الناس بتوع المودرن فانكشن اناتومي اوف ذا ليفر حاولوا يقسموا الليفر بدل ما بسيرفس اناتومي كام، والقصه اللي احنا خدناها في الاناتومي بالتفصيل وان شاء الله هتاخدوها السنه الجايه في الجراحه برضك. الفكره كلها في المودرن فانكشن اناتومي اوف ذا ليفر ان هم قسموا الليفر لثمانيه سيجمنت، كل سيجمنت بياخد نفس البلاد سبلاي. يعني اتش سيجمنت بياخد البلاد سبلاي بتاعه، بياخد البايل داكت بتاعته، بياخد البورتال فين بتاعته. يبقى كل سيجمنت كان بيريسكتد وزود دامجنج للسراوندنج، يبقى انا ممكن اشيل كل سيجمنت لوحده. ايه فايدتها الفانكشنال اناتومي ان انا قسمت الليفر لثمانيه سيجمنت؟ فكره ان شاء الله بامر الله عز وجل لما تاخدوا الاتش سي سي للهيباتوسيلولار كارسينوما هتاخدوا من التريتمنت بتاعها حاجه اسمها ليكو ريجينال تريتمنت ان ذا فورم اوف راديو فريكوانسي والتيس. الحاجات دي تاخدوها بالتفصيل ما تهلاوش من الكلام اللي بقوله، بس الفكره هيقول لك ايه، العيان عنده هيباتيك فوكال ليجن في سيجمنت 8. فيعني ايه سيجمنت 8؟ الفكره كلها ان انا قسمت الليفر ل 8 سيجمنت، كل سيجمنت عنده البورتال فين بتاعه، عنده البايل داكت بتاعته، عند الهيباتيك ارتري بتاعته، فاقدر اعمل ريسكشن لو العمليه لو الفوكال ليجن كان بيريسكتد، واقدر اعمل ليفر سيرجري. ودي طبعا البيست ان انا اقدر اشيل الاتش سي سي خالص، يبقى دي كويسه لو سنجل فوكال ليجن ولو كرايتيريا معينه السيرجري، او ان انا اعمل راديو فريكوانسي او حاجه. فهو متقسم بسيجمنت، دي فكره الفانكشنال اناتومي اوف ذا ليفر. تاني حاجه بالنسبه للليفر هيستولوجي، برضك مش هنقعد نتكلم في السل والحاجات دي، بس انا عاوز يهمني ان الفانكشن يونت اوف ذا ليفر هي ايه؟ الاسينوس والبارينكيما، وان في بورتال فين وراديكال وهيباتيك ارت وبايل داكت. برضك مش هيجي في الامتحان، مش هيجي يقول لك في الامتحان قول لي الهيستولوجي اوف ذا ليفر. الباور بوينت ظاهرة ولا مش ظاهرة؟ مش ظاهرة عندي دكتور. مش ظاهرة عندكم كلكم ولا عند حد بس؟ المفروض ان انا اعملها لها شير. لو حد ظاهر قصاده الباور بوينت يرد علينا بس. ظاهرة يا دكتور. على صورة ثابتة كده شخص.
يا ريت نعلي حسنا يا شباب بعد ظهر على صورة شخص function of the liver. زهرة؟ آه زهرة. طب تمام. على كل إن أنا برضك في الآخر هسيب لكم الباور بوينت أبقى أبعتها لحد من الزملاء، أديكم رقم الواتس وأبعتها له على الواتس، وممكن تشيروها لبعض على الجروب بتاعكم اللي بينكم وبين بعض، أو إيه تشيروها لبعض إن شاء الله يعني. ممكن تبعتها اتكلمنا في الشغل. نعم؟ ممكن حضرتك تبعتها في الشات لأنها مظهرة مش ظاهرة عندي. بعتها في الشات؟ آه. طب ممكن اسهل هبليك رقم الواتس بتاعي وبعتي لي ساعه واتس وابعتها لك على الواتس، يبقى اسرع شويه عشان الشات بس ما عطلناش احنا، عشان ما تاخدش وقت في التحميل. تمام يا دكتور. 010 90 400 524 تاني نقطة هنتكلم فيها الفانكشن بتاعة الليفر. ايه الدور، ايه الفانكشن اللي بيقوم بيها الليفر؟ اول حاجة الميتابوليزم، ان هو مسؤول عن الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات والفات والبروتين، السكريشن بتاعه البايل والبايل اسيد والسولت والبيجمنت، الاكسكريشن للبلوروبين والدراج والتوكسين، السنسيز للالبومين والكواجوليشن فاكتور، الاستورج للفيتامين والكربوهيدرات، الديتوكسيفيكيشن للتوكسين والامونيا. تمام. طبعا انا مش هقعد بردك اقلعك بقول لك فاكر، ونقعد نتكلم في موضوع القديم بتاعنا اللي هو الميتابوليزم وبيحصل بروتين قد ايه. الناس اللي مستعجله على الغياب دي تصبر، احنا لسه في الميتابوليزم والقصه ديت والكربوهيدرات والجلوكونيوجينيسيس والكلايكوجينوليسيس والكلام دوت. لا احنا القصه كلها، انا ما يهمنيش ان انت برضك دكتور الصوت فصل. صوت كده واضح؟ اللي بيقوله الصوت فصل؟ اه رجع تاني. تمام. احنا اتكلمنا عن الليفر فانكشن. العناوين هنبدا نتكلم واحد واحد فيهم. البروتين ميتابوليزم، ان هو بيحصل سنسيز لكل السيركيوليتنج بروتين، بتصنع كل البروتين باستثناء الجاما جلوبولين في الليفر، وان بيحصل سنسيز للامينو اسيد، وان البلازما بتكونتين 80 جرام من البروتين في صوره البومين، وان الالبومين له هاف لايف من 16 ل 24 دايز. طب الكلام ده مهم سريعا كده عشان ما اقلبش دماغكم بيه، هلخص لكم البار السلايد ديت في ايه. ان انا يهمني من ضمن الفانكشن بتاعه الليفر حاجه اقول لك ان هو مسؤول عن الهيموستيزيس والكواجوليشن فاكتور، الحاجات دي ان هو بيصنع الايه الكواجوليشن فاكتور كلها اللي هي جريد اللي هو 1 والاثنين والخمسه والسبعه والتسعه والعشره والحداشر والبروتين سي والبروتين اس، ان هو مسؤول عن تصنيع الالبومين، وان الالبومين هو ساين للكرونيك ليفر ديزيز لانه له هاف لايف لونج شويه. فالعيان لو عنده اكيوت هيباتيتس مش هيلحق يتاثر الالبومين، ولكن الالبومين لو انا عاوز اشوفه اتاثر ولا لا هو ده ساين للكرونيك ليفر ديزيز ان الموضوع طول مش اكيوت. تمام.
اما الامينو اسيد وتصنيعه الامينو اسيد والبروتين فبيحصل حاجه اسمها ان الكاشيكسيا نتيجه في العيانين كرونيك ليفر ديزيز نتيجه انه ما عادش فيه امينو اسيدز وتلاقي العيان اسينيك كده ويحصل هيباتيك اسيني. تمام. كربوهيدرات ومسؤول عن الجلوكونيوجينيسيس والجلايكوجينوليسيس والجلايكوجينيسيس، طبعا مش هنقعد نتكلم في الحاجات دي كتير، والمواضيع دي مواضيع بايو اتكلمتوا وخدتوها انتوا قبل كده. الكوليسترول سينسيز واللايبوجينيس تكسيره بقى، هو بيعمل بريك داون لايه؟ للمعظم التوكسيك سابستانس بتحصل عنده وبيحول الامونيا اليوريا. تمام. بيعمل بريك داون للهيموجلوبين وبيعمل بريك داون للانسولين والاذر هرمون. تاني دي عشان نستفيد منها في حاجة اللي هو تكسيره لحاجات ان انا الامونيا بتتحول ليوريا بس في عيانين الهيباتيك والكرونيك ليفر ديزيز. مش عارف الشباب مستعجلين على الغياب ليه، نصبر شوية بس الناس اللي عمالة تكتب في الريبلاي وفي الشات الغياب، احنا انا ما طلبتش الغياب ومش هتفرق يعني، نحاول نستفيد محاضرة وبعدين نفكر في الغياب بعد اذنكم، بس ما حصلش انترابشن كل شويه الرساله جايه هتلاقيها في الاخر غياب. ماشي. احنا بقى عندنا ان بيحصل بريك داون للانسولين هناك وبيحصل بريك داون للتوكسيك سابستانس وبيحصل بريك داون للامونيا، عشان كده ممكن نستخدم الامونيا كبريدكتور للهيباتيك انكفالوباسي، ان الليفر لما بيحصلش في حصل ليفر امبيرمنت بيحصل اكوموليشن للامونيا والامونيا بتعمل هيباتيك انكفالوباسي. طيب نخش بقى على موضوع مهم جدا اللي هو الجوندس. الجوندس مهم عملي ومهم نظري ومهم في البطنة ومهم في الأطفال ومهم إن شاء الله السنة الجاية في الجراحة، فصعب إن أنا مبقاش مركز وعارف الجوندس. يعني إيه جوندس؟ ديفينيشن بتاعه يولوج ديسكولوريشن في السكين والسكريرة والميوكس ممبرين ديو تو ديبوزيشن أوف فيلروبين. بيحصل لو حصل انكريز في السيروم هايبربروليمينيا اكتر من 3 جرام بر ديسي لتر. هل الجوندس هو مرض؟ يعني في حد اسمه عنده مرض الصفرة؟ لا. فالجوندس is not a disease but a sign of other different disease. يبقى هو مش مرض، هو علامة لوجود مرض اخر. الجوندس اول ما بيظهر بيظهر في السكليرة ونتيجة للهاي اللاستن فايبر وبيظهر في السوفت بلت، وبعدين لما يبدأ ينكريز يظهر في بقية الاسكين وممكن يظهر في الاندر سيرفز اوف ذا تانج. يبقى بيظهر في السكليرة والاندر سيرفز اوف ذا تانج والسوفت بلت. ايه هو البيلروبين ميتابوليزم؟ انا عندي هيموجلوبين، الجلوبين خلاص هيمشي لوحده، يجي الهيم بقى، يحصل هيم يتحول بالهيم اوكسجينيز لبيلفيردين وبالبلفردين ريدكتيز لان كونجيجيتد بلروبين، ويتحول بالترانسفريز لكونجيجيتد بلروبين، ويتحول في الانتستين لستريكوبايلوجين وستريكوبايلين. تمام. ايه التايبس اوف جوندس؟ عندي بري هيباتيك اللي هو الهيموليتيك جوندس، وعندي هيباتيك اللي هو الهيباتوسيلولار جوندس، وعندي البوست هيباتيك اللي هو الاوستراكتيف جوندس. الهيمولوتيك جوندس بيحصل انكريز في الدستراكشن بتاع الار بي سيز في البوم مارو، وان الجوندس نتيجه للهيموليسيس بيبقى مايلد. طب ايه اسباب الانكونجيكيتد هايبر بلوروبينيميا؟ في هيمولوتيك ديس اوردرز زي انهيرتد زي السفيروسايتوزيس والسيكل سيل انيميا والجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي، وفي حاجات اكوايرد زي الاميون هيموليتيك انيميا والباروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا والمايكرو انجيوباسيك هيموليتيك انيميا. تمام. يبقى يعني ايه انتوا خدتوا بلد الاول يا شباب؟ المفروض احنا في اخر السنه خدوا البلط. حد يرد على اي خدناه؟ خدناه.
طب تمام، يعني عارفين الهيموليتيك انيميا والتايبس بتاعتها واسبابها، ومفروض ان ده عنوان كامل في البلاد اللي هو الهيموليتيك انيميا واسباب الهيموليتيك انيميا، وان في منها الانهيرتد اللي هي السلايد اللي كانت لسه قلبنا والاقوام، لان كل موضوع من اللي انا مكتوب قصادكم سواء السيروسايتوزس او السيكل سيل انيميا او الجي 6 بي دي اللي هي انيميا الفول او الاوتو اميون هيموليتيك انيميا او الباروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا او المها، كل دول عناوين امراض كامله وعناوين انيميا موجوده كامله في البلد ان شاء الله. فطبعا مش نيجي بس حاجه في المفروض ان انتوا خدتوه في الاطفال والكوما لانه بنشوفه تقريبا اسبوعيا، حاجه اسمه جيلبرت سندروم، لان البريفلنس بتاعته 7% من البوبوليشن، فكل 100 في 7 عندهم الموضوع ده، فهو حاجه كومن، بس هو مايلد انكريز في البلوروبين سببه ديفكت حصل في الجلوكورونايل ترانسفيريز انزيمز الجين، هو اسيمتوماتيك ديزيز ونو نيد فور تريتمنت، مفيش اي مشكله. ايه الحاجه اللي تميز الهيموليتيك جوندس؟ ان انا عندي المينلي انكريز في الاندايركت هايبربلوروبينيميا، وعندي السيمتومز بتاعه الانيميا ان تلاقي العيان بالور وكده، وما عنديش اي سيمتومز الكرونيك ليفر ديزيز لانه ما هو شباتو سيلولار جوندس. تمام. طب ايه الانفستيجيشن؟ احنا قلنا ايه في جمله في الاول، لو فضلنا حطينا قصادنا هنفهم الموضوع خالص. جوندس نوت ا ديزيز بات راذر ا ساين اوف اذر ديفرنت ديزيز، فالانفستيجيشن هي انفستيجيشن اوف ذا كوز، يبقى همسك الايه اسباب الهيموليتيك انيميا واذكرهم، اقول والله ان انا اعمل سي بي سي واعمل بلاد فيلم واعمل ريتيكولوسيتيك كاونت وعشان اشوف في ديستراكشن انيميا ولا لا، وهعمل عندي الجي 6 بي دي اسي بس نوت في الاكيوت ستيج مش في اثناء الهيموليسيس، وهبدا اعمل هيموجلوبين الكتروفوريسيس، كل دي يبقى انا بعمل انفستيجيشن للكوز. طب التريتمنت، تريتمنت اوف ذا كوز برضه. نيجي على الثاني تايب اوف جوندس اللي هو الهباتو سيلولار جوندس. الهباتو سيلولار جوندس ان انابيليتي اوف ذا ليفر تو ترانسبورت البيليروبين لبايل نتيجه لوجود بارينكيمال ليفر ديزيز. البيليروبين ترانسبورت حصل ديفكت، هو الليفر بيحصل ايه في البيليروبين؟ الليفر بياخد الابتيك، بيعمل ابتيك للانكونجيكيتد وبيعمل له كونجيجيشن وبعدين يعمل له اكسكريشن. فلو عندي هيباتيك ديزيز هيحصل ديفكت على الثلاثه، ديفكت في الابتيك وديفكت في الكونجيجيشن وديفكت في الاكسكريشن، فهيزيد كله، هيزيد الاندايركت وهيزيد الدايركت وبالتبعيه هيزيد التوتال طبعا، وهيكون عندي الاستجما بتاعه الليفر ديزيز. فاهم؟ تمام. يبقى الهيباتو سيلولار جونتس يحصل في اي هيباتيك ديزيز نتيجه ان حصل ديفكت على مستوى الثلاثه فانكشن اللي بيقوم بيهم في البلوروبين ميتابوليزم، اللي هم الابتيك بياخد الانكونجيجيتد اللي هو الاندايركت ويحوله الدايركت اللي هي الكونجيجيشن، وبعد كده يعمل له اكسكريشن، وبيحصل ديفكت في الثلاثه، فنتيجه لذلك بيزيد الايه الاندايركت وبيزيد الدايركت ويزيد التوتال. طب ايه اسباب الهباتو سيلولار جوندس؟ اي هيباتيك ديزيز يعني فيرال هيباتيتس، العنوان اللي زي بقول لحضرتك هتاخدوه كامل، الاوتو اميون هيباتيتس، الكحول، النافلد، الناش، الدراج انديوس ليفر انشي اللي هي الديلي اللي هي ايزونايزيد والريفامبسين والسيتوتوكسيك دراج والمسايل دوبا والنيتروفرونتوين، هيريديتري زي الويلسون والالفا 1 انتي تريبسين والدوبن جونسون سندروم. ايه هو الدوبن جونسون سندروم؟ اخر كلمه قلناها، ده اوتوسومال ريسيسيف ديفكت حصل بيأفكت بيزيد فيه الهايبر بيليروبينيميا، برضك مش محتاج تريتمنت، بيفكرنا بحوار اللي هو الجيلبرت سندروم. طيب ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت الهباتو سيلولار جوندس؟ هي الكلينيكال بيكتشر بتاعت اي جوندس ايه؟ بتاعت الكوز اللي هو الليفر سيل فيلير in the form of cellular decompensation او vascular decompensation. cellular اللي انت خدتوه او هتاخدوه اللي احنا بنشوفه في العيانين اللي هو الاسايتس، وان انا هتلاقي العيان عنده جوندس ولور لمب اديما وكواجولوباسي وفاسكولار in the form of GIT bleeding، bleeding GIT varices سواء استومك او اسوفجيال varices او استومك فاندال varices. تمام. نيجي على اخر نوع اللي هو الاوبستراكتيف جوندس واسبابه، في منه ميديكال كوز وسيرجيكال كوز.
اسباب الميديكال كوز ايه؟ هو البرايمري بيلاريس الروزز والبرايمري سكلروزنج وكولانجيتس والالكحول وبعض الدراجز زي الريفامبيسين والانابوليك استرويد والفيرال هيباتيتس ممكن تعمل، والاوتو اميون هيباتيتس والسيستيك فايبروزيس والسيفير بكتيريال انفكشن وبوست اوبراتيف والهوجيك الليمفوما والبريجننسي. كل دي ميديكال كوز. وفي سيرجيكال واشهرهم اللي هي الستون في الكومن بايل داكت ودي كالكولر، والكانسر هيد اوف بنكرياس والكولانجو كانسروما والكانسر امبولا اوف فاتر. هي الانفستيجيشن اللي بنعملها، بنعمل انفستيجيشن، بعمل السيروم بلوروبين توتال ودايركت، بشوف الالكالين فوسفاتيز في الاوبستراكتيف، بشوف الجي جي تي الفوسفات القلوي، بعمل ايميجنج، بعمل الترا ساوند، بعمل سي تي، بعمل اي ار سي بي، بعمل ام ار سي بي. التريتمنت اوف اول تايبس اوف جوندس اللي هو تريتمنت اوف ذا كوز. ازاي افسر او ازاي اعمل اسسمنت وانتربريتيشن للليفر فانكشن تيست؟ لما اجي اقول لك ايه يا وظائف الكبد، ما تقوليش ايه انا عاوز اقيم الكبد كبري اوبراتيف ايفالويشن، او مش هعمل ليفر فانكشن تيست، انا اقيس التوتال بلوروبين، توتال بلوروبين والدايركت بلوروبين. بعد كده بعمل التوتال بروتين والسيروم البومين. بعد كده الانزيمز اللي هي الاي ال تي والاي اس تي. بعد كده الالكالين فوسفاتيز. طبعا البلوروبين اتكلمنا فيه ولسه مخلصينه، اللي هو الجوندس التوتال والدايركت، ومين اللي زايد اكتر دايركت ولا اندايركت والتايبس اوف جوندس. تاني حاجه التوتال بروتين والسيروم البومين، ان النورمال سيروم البومين من 3.5 ل 5.5، وانت والنورمال سيروم البومين بيحصل له ديفكت في الكرونيك ليفر ديزيز وليس في الاكيوت، لانه له لونج هاف لايف اساسا الالبوم. تمام. ده بالنسبه للسيروم البومين والهاف لايف، وان هو نتيجه للسلو تورن اوفر هو جود انتجيتور للكرونيك ليفر ديزيز. طيب الجاما جلوبولين وكده، جاما جلوبولين بيحصل لها انكريس في السيروسس اكتر، وبتزيد في الاوتوميون هيباتيتس، وكل ده برضك عنوان هتاخدوه قادما ان شاء الله. يبقى احنا اتكلمنا عن الالبومين، اتكلمنا عن البلوروبين، نيجي نتكلم عن الاي ال تي والاي اس تي. الاي ال تي والاي اس تي هما الليفر انزيمز. الليفر انزيمز اساسا اللي هو الاميونو ترانسفيريز انزيمز ديت، بيحصل نتيجه ان بيحصل انكريس فيها نتيجه ان بيحصل هيباتوسايت نكروزيس. الاي ال تي اللي فيه ال سبيسيفيك، مور سبيسيفيك للليفر، على عكس الاي اس تي هو مش سبيسيفيك للليفر، ممكن يزيد في الكاردياك، وخدتوه انتوا من الماركرز بتاعه الام اي الاي اس تي. وفي الماسل ديزيز الاي اس تي مش سبيسيفيك للليفر على عكس الاي ال تي. تمام. نيجي بعد كده على الكواجوليشن فاكتورز، وان هم باستثناء فاكتور 8 كل الكوليتنج فاكتور بتتصنع في الليفر، فعشان كده بيحصل برولونجد بي تي وبي تي تي وبرولونجد اي ان ار في عيانين الليفر ديزيز. طيب هل كل زياده في الاي ال تي والاي اس تي تعني ان في ليفر كومبليكيشن؟ لا. بمعنى ايه؟ اوقات كتير المعامل بتبقى مظبطه برنامج ان لو الرقم اعلى من النورمال يحط حرف اتش هاي، ولو اقل من النورمال يحط حرف ال لو. فتلاقي العيان عامل انزيمز لاي سبب، إن سواء بيعمل ايه انفستيجيشن لبري اوبراتيف، او ان هو حتى بيشيك على نفسه، او مسافر بره، او والنورمال لاي ال تي واي اس تي بتاع المعمل ده وليكن 40، وتلاقي هو طالع 57 او 58 مكتوب جنبها اتش 5، يفتكر ان هو عنده ليفر ديزيز، وتلاقي جاي جري وجاي لك وجاي يكشف ويقول لك انا عاوز اطمن وانا عندي مشكله في الليفر ولا ايه مشكلتي، وتلاقيها الان في الليفر اللي هو الاي ال تي والاي اس تي. بس طبعا لا، امال ايه؟ انا امتى اقول ان انا عندي مشكله؟ لو انت عندي مايلد اليفيشن اوف اي ال تي واي اس تي، فولو اب بس ومفيش قلق. امال امتى ابدا افكر او ابدا اسيرش ور ذا كوز؟ لو اكتر من 3 ذا فولد اوف ذا نورمال. يعني ايه؟ يعني لو النورمال 40 في 120 وانت طالع، تبدا تدور وتعمل انفستيجيشن. اقل من كده لا، انت ابدا ايه؟ فولو اب بس وتابع.
فما تقولوش ما تقلقش من ال 17 دي اللي زياده اباف النورمال ديت، ممكن القصه كلها ان انت كنت واكل فاتي ميل شويه، او القصه كلها ان انت واخد دراج او حاجه عامل ترانس منايتس رافع الانزيمات شويه. تمام، نيجي بعد كده على الكوليستيزز والالكالاين فوسفاتيز والسبيسيفيك بتاعه اللي هو الخمسه نيوكليوتيديز والمور سبيسيفيك، لان الالكالاين فوسفاتيز انتوا هتلاقي خدته في الاندوكراين في الالكالاين فوسفاتيز ان بيزيد اساسا بيزيد في الباك ديزيز، وان هو مش سبيسيفيك على مستوى الليفر بس، ده بيزيد في البون كمان وكده، بس هو السبيسيفيك بتاعه في الخمسه نيوكليوتيديز ده السبيسيفيك للليفر، والجي جي تي وان دوت بيزيد سبيسيفيك في الليفر. اما الالكالاين زي ما قلت لكم ده ليفر وبون وبلاسينتا وسمول انتست. عشان اقول اقل من 3 فولد الالكالاين فوسفاتيز دي عادي ممكن تحصل في اي حاجه، لو لكن لو اكتر من 4 تايم نورمال والله فكر في الكوليستيزز، هل في انفلتريشن، هل في بون كونديشن حصلت. ببدا بقى سبيسيفيك انفستيجيشن ان انا لو شاكك في فيرال هيباتايتس بعمل هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين وهيباتايتس سي فيروس انتيبودي بالاليزا، وبعمل الانتي هيباتايتس بي كور انتيبودي، وكل دي هتاخدوها في محاضره الفيرال هيباتايتس ان شاء الله. في الاوتو اميون بنعمل حاجه اسمها الاسما واللكمه، وبرضك ده عنوان هناخده في الايام الجاي. التيومر ماركر زي الالفا فيتو بروتين اللي بيزيد في الاتش سي سي. يبقى ملخص للكلام اللي قلناه سريعا كده، احنا اتكلمنا في 3 بوينت النهارده. اول حاجه المودرن كالسيفيكيشن اوف ليفر والمودرن اناتومي، ان بنقسم الليفر ل 8 سيجمنت. ال 8 سيجمنت دول ان كل سيجمنت كان بي ريسكتد وزود دامجنج للسراوندنج، انه في البايل داكت بتاعته، في البورتال تراكت بتاعته، في الهيباتيك ارتري هتفيدني في علاج الاتش سي سي والليكوريجنال تريتمنت والليفر ريسكشن. ده اول بوينت الاناتومي. اتكلمنا بعد كده في البلاد سبلاي وان الليفر بياخد ربع السيركيوليشن، وعشان كده لما بيحصل شوك لاي سبب، لما اللي هي الشوك بانواعها بقى زي ما خدتوها او في الكارديو اللي هي الكارديوجينيك شوك والنيوروجينيك شوك والهايبوفوليميك شوك، وان بيحصل شوك ليفر واسكيميك هيباتيتس بيحصل ماركت اليفيشن في الانزيمز، ان الاي ال تي والاي اس تي بيعلوا قوي، فالماركت اليفيشن دوت بيحصل ماركت اليفيشنز في الانزيمز، ده بيبقى سببه الشوك ليفر، وانها وانس ان انت بتعمل اي بي سي ان انت بتحسن السيركوليشن وبترستور وبتعمل هايبوفوليميا بتعمل جود هيدريشن وبتعالج التريتمنت اوف ذا كوز الليفر بيرجع بتبقى ريفرسبل كونديشن. بعد البلاد سبلاي اتكلمنا عن البلوروبين والبلوروبين ميتابوليزم، وان انا عندي 3 تايبس اوف جوندس، عندي هيموليتيك جوندس وعندي اوبستراكتيف جوندس وعندي هيباتوسيلولار جوندس. اتكلمنا ان الهيموليتيك جوندس سببه الهيموليتيك انيميا واسباب الهيموليتيك انيميا، وعندي في الهيباتوسيلولار سببه اي هيباتيك ديزيز، ان بيحصل ديفكت في الابتيك وبيحصل ديفكت في الكونجيجيشن وبيحصل ديفكت في السكريشن، فالثلاثه نيرز فبيزيدوا او اوبستراكتيف سواء ميديكال كوزز او سيرجيكال كوزز. وان انا ايه سبب الاوبستراكتيف جوندس، وهل هو في دراج عامل كده او في مشكله سبب واضح عامل الاوبستراكتيف دوت ولا لا. وبعد كده اتكلمنا عن التريتمنت بتاع الجوندس، قلنا هو تريتمنت اوف ذا كوز، وبعدين دخلنا في الانتربريتيشن بتاعه الليفر فانكشن، واتكلمنا عن اول حاجه في الليفر فانكشن ان انا ببص على البلوروبين التوتال بلوروبين والدايركت بلوروبين، واتكلمنا في اسباب الجوندس، وبعدين اتكلمنا عن السيرم البومين وان هو ساين او بريدكتور للكرونيك ليفر ديزيز، ان بيبدا يحصل هايبو البومينيميا ودي اللي بتعمل الاسايتس، وهتاخدوا بردك عنوان الاسايتس والليفر سيلفيلير. واتكلمنا بعد كده عن الاي ال تي والاي اس تي الانزيمز وايه سبب الانزيمات اللي هو الماركت اليفيشن بتاع الانزيمز، وامتى ادور على سبب الانزيمات وازاي اعالجها. وبعد ما خلصنا الانزيمات اتكلمنا عن الالكالاين فوسفاتيز، وقلنا ان هو ممكن يزيد في اي ليفر ديزيز بس يحصل له ماركت اليفيشن واكتر من 4 فولد في الانفلتريتيف ليفر ديزيز وفي الكوليستيزيس وفي الباك ديزيز اوف بون.
واتكلمنا بعد كده عن الجي جي تي، واتكلمنا عن الالفا فيتو بروتين كتيومر ماركر للاتش سي سي، واتكلمنا عن الامونيا انها ممكن تكون بريدكتور للهباتيك انكفالوباسي. وبعد ما خلصنا الليفر فانكشن اتكلمنا في البليدنج بروفايل اللي هو البي تي والبي تي تي والاي ان ار، وان الثلاثه دول بيحصل لهم البي تي والبي تي تي والاي ان ار بيحصل لهم برولونجد نتيجه انه بيحصل كواجولوباسي فبيزيدوا الثلاثه. واتكلمنا بعد كده عن البرولونجد بي تي وبي تي تي واي ان ار، لان كل الكلوتينج فاكتور بيكسبت فاكتور 8 يحصل لهم تصنيع في الليفر. وبعد ما خلصنا قلنا بردك نعلق على السي بي سي ان بيحصل انيميا، ونوع الانيميا اللي بتحصل في الليفر سيل فيلير، وده سؤال مهم ان بيحصل 3 تايبس اوف انيميا، المايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا نتيجه للبلاد لوس، بيحصل نورموسيتيك نورموكروميك انيميا نتيجه للانيميا في كرونيك ديزيز، وبيحصل الماكروسيتيك هايبركروميك نتيجه لفيتامين بي 12 ديفيشنسي والفوليك اسيد ديفيشنسي. وبعد ما خلصنا الثلاثه وبعد ما خلصنا التلاتة طيب صف أنيميا وإيه أسبابه وإيه اللي بيحصلوا إن التلاتة بيحصلوا في الليفر، نيجي نتكلم على الوايت بلاد سيلز وإن ممكن يحصل شوية ليكوبينيا نتيجة إن فيه هايبرسبلينيزم وإن يحصل باي سيتوبينيا أو بان سيتوبينيا. ده كان ملخص سريع للمحاضرة بتاعتنا. في أي أسئلة يا دكاترة قبل ما أقول لكم على السؤال بقى اللي هنجاوبه؟ والإجابة هي اللي تكتب الإجابة وتكتب غيابك، لأن الغياب اللي اتاخد قبل كده ده في الشات الغو، كل واحد يرد على السؤال الـ MSQ ويكتب الإجابة. في أي سؤال يا شباب؟ مع حضرتك يا دكتور. في أي سؤال ممكن نتكلم فيه؟ أي أسئلة؟ طيب بسم الله ما شاء الله. ما انا كده يا اما انتوا استفدتوا كويس جدا يا اما ما حدش كان مركز اساسا. انا عاوز بقى نجاوب على جمله الام اس كيو اللي قصاد حضراتكم ديت، وتكتبوا لي رقم الاجابه يعني وليكن كذا ايه بقى، ولا بي ولا سي ولا دي، ودي حاجه احنا قلناها في الاجابات، وتكتب جنبها اسمك ورقمك في الريبلاي. حتى الناس اللي كتبت تكتب من تاني وتكتب الاجابه جنبها. ماشي يا شباب؟ أي أسئلة؟ ممكن تقرأ السؤال يا دكتور؟ السؤال معلش. ممكن السؤال يا دكتورة؟ ممكن تقرأ السؤال؟ أقرأ السؤال ماشي. Confirmation of elevation of alkaline phosphatase of hepatic origin، عشان أقول إن الألكالين فوسفاتيز اللي زي ده هباتيك مش حاجة تانية. بعمله بإيه؟ بالAST ولا بالALT ولا بالLDH ولا بالخمسة نيوكليوتيدز؟ هي أكيد الكلمة الكبيرة الأخيرة اللي هي الخمسة نيوكليوتيدز، تمام؟ يعني الإجابة دي. أي أسئلة يا شباب؟ على كل إن انا هبعت الباوربوينت لزميلتكم على الواتس، وبرضك ايه الباوربوينت معاكم، ولو في اي سؤال انا تحت امركم.